سد الوند حصرا يتكون من 3 أجزاء رئيسية، هو جسم السد والجزء الثاني هو المنفذ السفلي والجزء الثالث هو المسيل المائي اللي نتكلم عنه هسه. وظيفة هذا المنشأ هو إطلاق تصريف يقدر بحوالي 1500 متر مكعب بالثانية في حالة حدوث الفيضانات وصعود منسوب الماء إلى أكثر من منسوب 215. ماكو أي خوف بالنسبة للجسم السد الترابي، صعد إلى المنسوب النهائي حاليا، ارتفع إلى المنسوب النهائي. وبالنسبة لهذا المنشأ اللي واقفين جنبه هسه هو صمام الأمان للسد، أي موجة فيضانية متوقعة يستطيع ان يستوعب هذا المنشا اللي قلنا 1500 متر مكعب بالثانيه. طيب هذا المنسوب راح يروح يعني بغير مكان، وين راح يروح؟ ايضا نستفاد منه لو للنهر راح يروح ثاني النهر ويمر خلال مدينه خانقين. يعني احنا ما راح نقول راح يروح للهدر او راح يروح لمكان ثاني ما نستفاد منه. لا، هو السد مصمم لهاي الطاقه الاستيعابيه فقط، اكثر من هاي الطاقه الاستيعابيه يعبرون خلال مسيل الماء ويروح للمدينه مره ثانيه. يعني يدخل المدينه ايضا نستفاد منه. اي نعم نعم، بس مو على شكل فيضان، لولا هذا المنشا كان صار فيضان. احنا راح نلتقي ويا الكادر العامل العمال اللي موجودين، طبعا نتعرف. السلام عليكم. نعم السلام. من اي مكان؟ الرمادي. الرمادي؟ نعم. يا اهلا وسهلا وسلم بالرمادي واهل الرمادي. الرمادي اليوم في قضاء خانقين، يعني جايين انتم هنا. نعم. لازم انتم اختصاص بهذا العمل ان شاء الله. صار لنا مده طويله احنا بهذا شقتنا بس رصف حجر. احنا فقط حجر يعني انتم الاختصاص جابوه؟ نعم نعم نعم، احنا صرنا وايد نشتغل بالحجر. نعم. عملكم اكثر شيء بالحجر؟ عملنا اكثر شيء بالحجر بالسدود، احنا خاصين بس بالسدود. بالسدود؟ نعم نعم. شلون شفتوا العمل هنا؟ والله ان شاء الله تعاملوا ويانا زينين وعمل ماشي وحجر ما شاء الله قام يخلص ان شاء الله. بقى شيء مسافه قليله ان شاء الله خلصنا. اذا الاموال المستفاده كلها وجورهم واكثريه يعني مثل ما يقول احسن ما يقعدون على طاله بطاله. لا يعملون لا الحمد لله شكر خير كثير ان شاء الله وعمل ماشي واحنا ان شاء الله مستفادين. طيب انتوا كنتوا تباتون هنا لو ترجعون؟ لا والله مبيتنا هنا بخانقين هنا كله مجهز لكم اياه. يعني مجهزين؟ لا لا، شركه منطقه ما شاء الله مكان كامل وكرفانات وسكن موجود الحمد لله شكر. لا ان شاء الله ما مقصرين يعني حجي. انتوا نشوفكم يعني اكو اهازيج واكو يعني رقصات شعبيه هي تشوبي، يعني هاي الفرحه مالتكم فرحه الانجاز العمل؟ اي الحمد لله السد ان شاء الله خلاص ومكيفين ان شاء الله خلاص السد الحمد لله وشكر ان شاء الله. ان شاء الله وما ننطيه الشرقية وما ننطيه الشرقية وما ننطيه الشرقية وما الحقيقة سد الوند تعرض في الشهر الماضي إلى موجتين فيضانتين كبيرة جدا كانت غير متوقعة، والسد كان تحت الإنشاء. الحمد لله فضل رب العالمين استطعنا أنه نخزن كمية الماء الكافية وأن نمرر موجة الفيضان من خلال المسيل المائي. الموجة الأولى كانت بحدود 40 مليون متر مكعب خلال 48 ساعة، فاستطعنا أنه نقوم بالإجراءات المناسبة لأغراض حماية السد وحماية مدينة خانقين. أيضا تعرض بعد أسبوعين إلى 17 مليون متر مكعب خلال 4 ساعات. هذا التصريف لو كان مار إلى مدينة خانقين كانت مدينة خانقين تغرق، بس السد هو مصمم أساسا لاستيعاب الموجة الفيضانية وإمرارها بتصاريف مناسبة لا تؤذي المدينة. أحب أطمن أهالي مدينة خانقين أنه حاليا إحنا السد على وشك الإنجاز، وصلنا إلى المناسيب الآمنة. السد صمم ونفذ ويشغل وفق المواصفات العالمية. أحب أقول للمواطن مدينة خانقين بأنه أول سد يتم تنفيذ به لب طيني، لب يعني سد طيني سد ترابي نفذ به لب خرساني، يمنع تصريف الماء من جو السد تقريبا مسافة 20 متر. تم حفرة وصب مادة نوع خرسانة خاصة هي بلاستيك كونكريت، والأول مرة يتنفذ داخل العراق هاي. والسد يعني مصمم لأغراض توفير الماء لمدينة خانقين، عمال السياحة تصير منطقة سياحية، طبعا توفير ثروة سمكية، درع الفيضان على مدينة خانقين. يعني قبل أشهر جتي، قبل شهر أقل من شهر جتي موجة فيضانية، لو مو هذا السد كان مدينة خانقين وستصير فيضان به. واجهنا معوقات تم تجاوزها. ما هي المعوقات اللي واجهتوها؟ يعني صعوبة الحفر دايفرام، يسموه حفر دايفرام، أول مرة يتنفذ داخل العراق.